ومنه ما ورد عن الإمام المهدي عجل الله فرجه إنه منصور بالرعب. وأتصور أن الرعب أشد من الإرهاب، والإرهاب مصدر الترهيب. ولذا فلا يتصور الغرب الكافر ومحبي الحروب ومبغضي الشعوب أنهم بذلك سينتصرون على الإمام المهدي عجل الله فرجه بالإرهاب الذي هم له فاعلون. فإنكم مهما فعلتم لم تصلوا ولن تصلوا إلى درجة الرعب التي هو منصور بها. فإذا أرهبتموه، وهذا لا يكون بطبيعة الحال، فهو من شجرة ثابتة وفرعها في السماء، فإنه سيرعبكم ولا تستطيعون له رعبا، ولكنكم قوم تجهلون. هذا مضافا إلى أنه منصور بالرعب، أي أنه سينتصر. إذن فالنصر خط على جبينه المقدس لو صح التعبير، ولا محيص عنه على الإطلاق، ولا يمكن لما خط على اللوح المحفوظ أن يزول. ولهذا كثير من الأمثلة، لكن كلم الأديان على قدر عقولها لو صح التعبير. فأقول: ألم تسمع بقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ فأخلف الله وعده أما زال جسما أفأخلف الله وعده أما زال جسم هذا الطاغية الإرهابي موجود إلى الآن؟ ولم يجد العلم الحديث أي تعليل علمي كما يعبرون لبقاء جسمه. فهم نسوا الله فأنساهم الله أنفسهم،